Hello and welcome to Air Force One K1 Kickboxing World Championship. Now, before we start, we would like to ask our fans, are you ready? Kevin? Let's ask the other side, are you ready? السيد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيد الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية المصرية، السادة قيادات القوات المسلحة المصرية، ضيوف مصر الكرام، السادة الحضور، أهلا ومرحبا بكم في البطولة الدولية للكيك بوكسينج للمحترفين في نسختها الأولى Air Force One، والأول مرة في أرض الكنانة مصر وعلى أرض صالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي. هنا شفنا إنجازات الرياضة المصرية الحديثة وفي ظل ظروف صعبة بيمر بيها العالم من توابع وتبعات أزمة فيروس كورونا. أهلا بيكم مرة تانية في أرض مصر وفي البطولة الدولية للمحترفين للكيك بوكسينج. Ladies and gentlemen, we would like to welcome you to Air Force One K1 Kickboxing Championship. We are coming to you live from Egypt for the first time live in Cairo, Egypt from Cairo Stadium. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. And now it's time for the Egyptian national anthem. Would you please stand up? المحترفين في لعبة الكيك بوكسينج هي أيضا ضمن بطولات كانت هنا على أرض القاهرة بتعكس اهتمام القيادة السياسية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا تحت قيادة وزارة الشباب والرياضة وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. البطولة برعاية شركة روابط وآيف إيه وإشراف الاتحاد المصري للكيك بوكسينج. خلونا نبدأ مع بعض حفل الافتتاح مع فريق باركيشن وزارة الشباب والرياضة. And now it's time for the opening ceremony under the supervision of the Ministry of Youth and Sports. Thank you.
can hear you. شكرا فريق الباركيشن لاوركسترا وزاره الشباب والرياضه. كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيره العشاق. على ارض مصر البطوله الدوليه للمحترفين في الكيك بوكسينج، ودي مش البطوله الاولى ولكن واحده ضمن بطولات كثيره استضافتها مصر الفتره اللي فاتت تحت اشراف ورعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وايضا السيد الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللي دايما لازم نحييه. الان مع كلمه الافتتاح واعلان افتتاح البطوله مع الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. Ladies and gentlemen, it's time for the speech of the Minister of Youth and Sports, Dr. Ashraf Subhi.
بسرعة. البطولة بيشارك فيها دول روسيا وهولندا وفرنسا والأردن، وبيشارك فيها من مصر فريقنا من أبطال فريق القوات الجوية المصرية. يا باشمهندس باشمهندس، واللي دايما لازم نكون فخورين بمشاركتهم معانا في البطولات والأحداث الرياضية الهامة. ايضا عندنا ماتش الافتتاح، هيكون ماتش هام جدا وبيلعبوا بطل من ابطال مصر، هو البطل العقيد محمد عبدو ابو سيد. ايه ايه خلونا نرحب مره ثانيه بالاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ونسمع منه لكلمه افتتاح البطوله. الرحمن الرحيم. Ladies and gentlemen, we are going to hear it from the Minister of Youth and Sports, Dr. Ashraf Subhi. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الشكر والتقدير لقيادات القوات المسلحة المصرية وجهاز الرياضة العسكري على هذا الجهد الكبير جدا في إخراج ودعم هذه البطولة، وأيضا لوجود نموذج شبابي علمي بيعبر عن شباب قوات المسلحة وضباطها وارتباطها بالرياضة. ومن جهاز الرياضة العسكري وقيادات القوات المسلحة المصرية لقيادات القوات الجوية ووزارة الشباب والرياضة، نعلن افتتاح وللمرة الأولى هذه البطولة وهذه المباراة الكبرى. بسم الله توكلنا على الله.